رمضان تجلى وابتسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير يسأل عن القطرات الدوائية، قطرات العين وقطرات الأذن وقطرات الأنف، والكثير يسأل عن بخاخ الربو، هل هو من المفطرات أم لا؟ قطرات العين لا تبطل الصوم، وكذلك قطرات الأذن لا تبطل الصوم. أما قطرات الأنف ففيها كلام، يقول: إذا اطمأن المريض بأن هذا الدواء لا يصل إلى الجوف فصيامه صحيح، أما إذا لم يطمئن بأنه لا يصل إلى الجوف فصيامه غير صحيح. أما بخاخ الربو الذي يستخدمه مرضى الجهاز التنفسي، إذا كان هذا الدواء يصل إلى المري فصيامه غير صحيح، وأما إذا كان يدخل إلى الرئتين يعني خاص بالجهاز التنفسي فصيامه صحيح. وهنا يسأل أهل الاختصاص، كل واحد يسأل طبيبه: هذا الدواء إلى أين يصل؟ إلى الجهاز التنفسي أم يدخل إلى المري والجوف؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.